بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوت. اليوم جيت نقول لكم الطريقه ديال كيفاش تحملوا فيديوهات من على يوتيوب بلا اي برنامج بلا اي حاجه. الطريقه شغاله على الهواتف فقط. انا كنشتغل دابا بالتليفون، بغيت نقول لكم غير الطريقه التذكير شغاله على الهواتف فقط. اول حاجه كندخلوا اي متصفح عندنا، كندخلوا اليوتيوب، اي فيديو عجبك، اي فيديو، اي فيلم اللي بغيتي، فيلم، فيديو، كورة اللي بغيتي. فمثلا غندخلوا لهاد الفيديو هذا مثلا. غادي نجيو لليان ديالو، غنديرو لي كوبي. بحكم انني كنشتغل غير بمتصفح واحد، غادي نخدمها في نفس المتصفح. غندخل غندير جوجل تاني. سهل الطريقة، سهلة، ما فيها لا صعوبة لا والو. ان شاء الله غادي ندخل تاني، غادي نديرو يوتيوب ام بي كاس. تكتبو هنايا يوتيوب ام بي كاس، مش ام بي ثروة، ام بي كاس. غتوركو على يوتيوب ام بي كاس، غادي تهبط شوية غتلقى تيلي شارجي فيديو يوتيوب. مش مشي للول ولا تانية، الاول غتمشي نيشان اوتوماتيكمون تيلي شارجي فيديو يوتيوب. غتدخل لهنايا، وهنايا غنكون كملت الشرح ديالي، حتى اللي جاي ما غاديش يخدم ليا في التليفون، كيخدم في البيست. كتحط له ليان ديالك هنايا، يا كوبي له ليان، كتحط له ليان ديالك هنا، كتفرك بتيلي شارجي. والطريقة راه باينة ان شاء الله، غادي تبان لكم سهلة. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.